أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تعليق شيء من الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية أو الأذكار الثابتة على مؤخرة السيارة بغرض تذكير الناس بذلك؟ تعليقات هذه تحتمل أمرين. الأمر الأول أنهم يجعلونها حرز من العين ومن الآفات ومن ومن، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا من التمايم، يصير من التمايم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وفي الحديث الآخر: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وفي حديث ثالث: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا معنى. والمعنى الثاني أنهم كما ذكر السائل يعلقونها لأجل الذكر والتذكير، وهذا شيء لم يعمله السلف، وهم أحرص منا على التذكير والتعليم. ما كانوا يكتبون القرآن على الجدران وعلى الرواحل وعلى، ما كانوا يعملون هذا، لعلمهم أن القرآن يجل عن هذه الأمور ويحفظ. نعم.